كيف يكون التقصير بعد السعي؟ نعم، التقصير بعد السعي كيف يكون؟ يكون من جميع الرأس، قصر من جميع الرأس، والمرأة تقصر من رؤوس شعر، من رؤوس شعرها تجمعه وتقص من قدر أنملة، هذا بالنسبة للمرأة. أما الرجل فهو إن حلق رأسه كله فهو أفضل، وإن اقتصر على التقصير فلا بد أن يكون التقصير من جميع جهات الرأس، ما يكون من جهة واحدة. نعم.